حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. لنتوقف لدقائق، وفي هذه الدقائق إن شاء الله نتحدث بموضوع فيه فائدة أولا لنا ولكم أكيد، من خلال إقامة المجالس الحسينية وبالتحديد المجالس الحسينية النسوية. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: تلاقوا وتحادثوا العلم، فإن بالحديث تجلى القلوب الرائنة، وبالحديث إحياء أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. طيب، المجالس الحسينية اللي تعقد في وفيات الأئمة المعصومين وأيضا في مواليد الأئمة المعصومين ومن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومنها بالتحديد المجالس الحسينية التي تعقد في شهري محرم وصفر، إيذانا واستعدادا لمصاب أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم عندما نحيي المجالس الحسينية أكيد هذه إن شاء الله نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي بلا شك من الممارسات نهاوند اللي دأب عليها الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وأكيد المجالس الحسينية التي تعقد اليوم فيها فائدة أكيد من خلال اليوم اللي تبيان المبادئ الحقيقية للرسالة الحسينية، ولماذا الإمام الحسين عليه السلام جاء بكل هذا الشيء أكيد لنصرة الحق وزهق الباطل وأحياء الإسلام إلى يومنا هذا. فيجب اليوم احنا علينا الالتزام بالمجالس الحسينية التي فيها فائدة إن وتحقق اليوم الشيء الذي نريد تحقيقه في هذا المجتمع. يعني مو فقط اليوم أنا عندما أقيم مجلس حسيني فقط أبكي على مصاب أهل البيت، هذا شيء أكيد مستحب، وأكيد اليوم احنا يعني لا إراديا عندما نكون في مجلس حسيني أكيد يعني لا إرادي دموعنا تنزل، هذا بلا شك، يعني احنا خلصانين منه. لكن اليوم يجب أن نتعب، يجب أن نعرف ما هي القضية الحسينية، لماذا الإمام الحسين عليه السلام يعني صارع هؤلاء الحمقى وفقد عياله، فقد أخوته، فقد أصحابه. هذا الشيء أكيد لم يأتي سدى، أكيد كان له أهداف اليوم احنا إن شاء الله نطبقها في حياتنا اليوم ومن خلال حضورنا إن شاء الله أكيد بالمجالس. هذا الشيء أهم شيء. إسراء طبعا مثل ما ذكرت استدرار الدمعة إضافة إلى الوعي التام بمعطيات هذه المجالس الحسينية. فلذلك مشاهدينا الكرام، كما دأب الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين على نشر هذه المجالس وإحيائها وتوارثها المؤمنون وتوارثوها جيلا بعد جيل، وهذه المجالس تحظى بأهمية لدى عامة الناس ولها فوائد عظيمة لا يمكن تجاهلها أو تناسيها، ورغم الحرب المعلنة عليها فهي قد اتسمت بضيق وتستر نتيجة ما لاقت تلك المجالس من قمع واضطهاد في العصر الأموي والعباسي. نعم. وأحيانا أخرى اتسمت بالانفراج والاتساع في عصور أخرى، وبالرغم من كل ذلك أو تلك المواجهات والظروف التي مرت بها، إلا أن المجالس حافظت على أصالتها وبقيت تقام في مواعيدها، وأصبحت المجالس والحسينيات مراكز لنشر الوعي الإسلامي ومؤسسات حضارية قادرة على إعادة بناء الوعي. إذن مثل ما تفضلتي اليوم أصبحت المجالس الحسينية هي مراكز لنشر الرسالة الحسينية بتفاصيلها الدقيقة وبتفاصيلها الصحيحة. يعني مثل ما أنت ذكرتي قبل لاقت من القمع والاضطهاد لدى المغيظين والمكرهين لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، المراحل اللي مروا. نعم. لكن هذا الشيء ما لم يستطيعوا منعه، يعني حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين مثل ما نقول يجري في عروقنا، وإقامة المجالس الحسينية اليوم هذا فشيء واجب علينا. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر ابنته فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام بقتل ولدها الحسين عليه أفضل الصلاة وما يجري عليه من المحن
وما يجري عليه من المصائب في واقعة الطفو على أرض كربلاء. السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بكت بكاء شديدا، يعني كل أم عندما أحد يعلمها اليوم بمقتل ولدها الله يعينها والله يساعدها، فبكت بكاء شديدا وقالت: يا أبتي فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء عليه. لاحظي يعني السيدة الزهراء تسأل والدها من يلتزم بإقامة العزاء اليوم لولدها الإمام الحسين عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. هذه يعني اللي يريد إذا نخلي عليها خط، يقيمون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. إذن هذا الشيء احنا توارثناه. منذ مقتل الإمام الحسين عليه السلام، عندما الفاطميات والعلويات من أهل بيت النبوة اللي هن زوجات الإمام الحسين عليه السلام وعياله، ولا ننسى أكيد السيدة العظيمة السيدة زينب عليها أفضل الصلاة، قاموا بمجلس العزاء بفقد الإمام الحسين وعياله وأصحابه وأهله. أحسنتم. إسراء، طبعا هذا الحديث اللي ذكرتيه للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا وعد من النبي لأنه السيدة الزهراء أن هناك شيعة وموالين أكيد يقيمون العزاء على المولى سيد الشهداء. والله نهاوان إحنا ما نقول فقط شيعة، اليوم يعني خلينا نقول العالم الإسلامي كله يبكي لمصاب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. فنقول أنه أهمية حضور المرأة يعني من خلال هذا الحديث طبعا هو دليل واضح على أهمية حضور المرأة اليوم أكيد بالمجالس الحسينية. إن شاء الله طبعا راح نقف وقفة يعني طويلة إن شاء الله حول هذه المسألة، مسألة أنه إقامة المجالس أكيد الحسينية وبالتحديد للنساء معطياتها أبعادها اليوم حضور المرأة بالمجالس الحسينية، شنو ممكن أنه يعالج بعض الهفوات موجودة أكيد بشخصيتها بحياتها الأسرية، يمكن أنه تربيتها لأولادها. إسراء، مثل أكيد ما يعرفون أنه المشاهدين الكرام اليوم تواجد المرأة بالمجالس الحسينية ما يقتصر على استدرار الدمعة فقط. نعم، لأن اليوم المنبر الحسيني ما شاء الله لم يتطرق أنه صح إلى قضية العاطفة فقط في قضية المولى سيد الشهداء، وإنما يجب أن تكون هناك عبرة وعبرة. أحسنتم. نعم، ده يعرج على القضايا التنموية، على القضايا الاجتماعية، القضايا اللي تكون قد تكون بتماس بالمجتمع مع الفرد. فلذلك يعني تخرج من المجلس الحسيني هي ملمة ببعض صحيح من الثقافات. يعني لاحظي مصيبة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يعني السيدة زينب الكبرى الله يكون بعونها، يعني وهي ترى أهل بيتها وأخوها وولد أخوها صرعى على رمضاء كربلاء، لكن هذا الشيء ما منعها اليوم عندما كانوا يقيمون المجالس الحسينية كانت تعتلي المنبر الحسيني وكانت توضح أهداف القضية الحسينية والنهضة الحسينية اليوم لنساء الإمام الحسين وعياله ولكل الموجودين معها. هذا الشيء يعني احنا كنا نعرفه. اذا اليوم المجالس الحسينية وخاصة احنا اليوم حديثنا نهاوند مثل ما نوهنا المجالس الحسينية النسوية يجب ان تكون لها اهداف. يعني انا اليوم عندما اذهب الى مجلس حسيني يجب ان اعرف من سوف تعتلي هذا المنبر الحسيني المقدس، هل هي تكون مؤهلة؟ اليوم أنا راح أجي وأكيد راح أعيف مسؤولية، راح أعيف أولادي، راح أعيف بيتي. طيب من أحضر هذا المجلس الحسيني هل صاحبة المنبر الحسيني هي مؤهلة اليوم لتعطيني هذه المعلومات اللي من خلالها أستطيع عندما أرجع إلى بيتي أنا ملمة بهذه المواضيع واليوم أستطيع أن أتحدث بها لأولادي وأبين لهم ما هي القضية الحسينية، لماذا استشهد الإمام الحسين. هذا الشيء جدا مهم. يعني هذا دعوة طبعا لكل خطباء المنابر وبالتحديد خطيبات المنابر أخواتنا طبعا. نتمنى أنه لذلك يعني قبل أنه موسم العزاء يسلحون أكثر صح بالمعلومات، يكون عندهم ثقافة ويشعرون أكثر أنه بالمسؤولية لأن هم المصلحين صح بالمجتمع صحيح. يعني من يقعدون كذا من الحضور من الأفراد أنه تحت المنبر الحسيني أكيد هذه المعلومات مثل ما ذكرت إسراء راح تنقلها المرأة اليوم الحاضرة بالمجلس الحسيني لأولادها زوجها، راح تبدي هي تأخذ دورها أنه
تصلح بالمجتمع. فنتمنى انه الشعور اكثر بالمسؤوليه، وان كان طبعا هذا ليس بعزيز عن خطباء المنابر ان شاء الله والمصلحين، ونتمنى ان شاء الله التوفيق طبعا في بالاضافه حسن. ايضا اليوم احنا يعني النساء ايضا عندما نذهب الى المجالس الحسينيه يجب ان نلتزم بقدسية هذا المكان. بالضبط. يعني أكيد. اليوم احنا ذاهبين لنعزي من؟ نعزي السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم. عندما نذهب لعزاء السيدة فاطمة الزهراء يجب أن تكون قدسية في هذا الموضوع، يعني لا نبتعد عن الثرثرة الزائدة، نبتعد. أنا وياك أتفق. نعم. يعني المجالس الحسينية أيضا بها فوائد، تقوية العلاقات الاجتماعية. بالضبط. سواء بين الجيران أو الأقارب، هاي أنا أتفق وياك بها. التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي صحيح، يعرفون من المحتاج طبعا بالمنطقة. صحيح. بالمحلة السكنية، كل هذا طبعا بفضل أنه تواجد هؤلاء المؤمنين.